السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم أمين يا رب العالمين. وحفظكم الله المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. ومعي ومعكم فضيل الشيخ الداعية الإسلامي فضيل الشيخ شعبان داروش. أهلا ومرحبا شيخنا الكريم. أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد. صلى عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية، وصلى عز وجل أن يرحم موتانا موتى المسلمين. وخالص العزاء لوالد الأستاذ محمد الهجان رحمه الله عز وجل. ف للأسف شديد لم أتمكن وحضرتك برضو من السفر، ليه؟ لأن العزاء كان أو الدفنة كانت في المحلة. نعم. فلظروف الحلقة لم نسافر، فصلى الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد المتوفى بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله تعالى أن يلهم أسرته الصبر والرضا والقبول بقضاء الله وقدره، فكل مصبح في أهله، والموت أقرب من شراك عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أمين يا رب العالمين. ما قيمة المال الذي تجب فيه الزكاة؟ يبدو أنه يتكلم عن النصاب. نعم. نصاب الزكاة وكيف تكون؟ نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي الركن الثالث الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وفي كتاب الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبالتالي فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فريضة محكمة، والزكاة فريضة حولية، يعني من السنة للسنة. فإذا بلغ مال المسلم النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة. والنصاب ما قيمته أو ما مقداره؟ قيمة 85 جراما من الذهب الخالص عيار 24، وهي تقارب الآن 26-27 ألف تقريبا بالجنيه المصري. فإذا ملك الإنسان مالا بلغ هذا المبلغ، هذه القيمة، وحال عليه الحول، يعني بقي مدخرا في حوزته إلى نهاية الحول، فإنه يجب عليه أن يؤدي الزكاة فيه بواقع ربع العشر 2.5% على كل 1025. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان داروش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. للأسف الشديد سؤال صعب جدا جيل الشباب في كنترول شيخنا الكريم، لكن لابد أن نسأله. زوجها لا يصوم ويضربها من أجل أن يأخذ حقه منها في نهار رمضان، فماذا تفعل شيخنا الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، غفر الله لنا ولهذا الرجل الزوج الذي للأسف الشديد تارك للصلاة، وهي فريضة الله المحكمة الوارد فيها وعيد شديد على الوارد في تركها، وعيد شديد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما ورد في حديث بريدة رضي الله عنه: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، والعياذ بالله. ومنها ما ورد في صحيح مسلم من حديث جابر: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. ولهذا تنازع أهل العلم في حكم تارك الصلاة، حتى ذهب الحنابلة بالفعل إلى القول بأنه يكفر
كفرا اكبرا مخرجا من المله، نسال الله العفو والعافيه. ولا يصوم رمضان نعم. ويضربها نعم. بالاضافه الى هذا فان صاحبها اضاف بليه اخرى الا وهي انه تارك ايضا لفريضه اخرى محكمه وهي فريضه الصوم، فهو يفطر في رمضان من غير عذر. زاد الطين بلة أنه أيضا يريد أن يكره زوجته على الفطر بضربها ليأخذ ما يدعيه حقا له على زوجته في نهار رمضان، وهي دعوة باطلة لأن هذا ليس حقه على زوجته ولا حقها على زوجها في نهار رمضان ما دام صائمين من غير عذر يبيح لهما الفطر، وبالتالي هو ده مش حقه. وعلى هذه الزوجة بارك الله فيها على الرغم من قسوة معاملة الزوج لها، وهو لا شك مخطئ وسيحاسب على هذا جدا عند الله تعالى إلا أن يتوب إلى الله عز وجل أو تلحقه شفاعة من الشافعين، فعليها ألا تستسلم لهذا الزوج بسهولة حتى لو كان يؤذيها بالكلام أو يؤذيها بالضرب، فعليها أن تحتمل هذا لله تبارك وتعالى، لأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فما دمت صائمة احتمل منه أذى السب والشتم واحتمل منه أذى الضرب إلا أن يضرب ضربا لا تطيقينه ولا تقدرين على تحمله، ففي هذه الحالة إن ضعفت الزوجة ورضيت أو مكنت نفسها مكنت منها زوجها ففي هذه الحالة ستكون معذورة عند الله عز وجل لا إثم عليها، لكن بعد رمضان سيكون عليها أن تقضي مكان هذا اليوم يوما. أما هو فمصيبته كبيرة جدا عند الله تعالى، يحتاج إلى توبة عاجلة ويحتاج أن يعود فورا سريعا إلى أن يقيم الصلاة وأن يحفظ حرمة هذا الشهر وأن يقيم نعم فريضة الصوم فيه وما أفطره من أيام سبقت، فالواجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى منها وأن يقضي عدة هذه الأيام بصيام أيام في مقابلها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. كان في سؤال أول أمس تقريبا أو أول أمس الأخ كريم، السؤال أنا وجدته قدرا في الأوراق، يعني يسأل عن عدالة الشهود وعدالة الوكيل، ويبدو أنه عقد من عامين على زوجته، ولأنهما أو لأن الوكيل أو الشهود ما يعني ما فيش صلاة أو في يعني أمور كده نسأل الله العافية، فهو يسأل هل عدم عدالة الشهود وعدالة الوكيل هذا يفسد العقد؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وبالطبع ما ذهب إليه الكثيرون من أهل العلم على أنه يشترط في الشاهد ويشترط في الوكيل المستأمن العدالة، الإسلام طبعا والحرية والعدالة، لكن العدالة أمر نسبي في الناس، العدالة أمر نسبي في الناس، وهذا القول ذهب إليه بعض أهل العلم وهو الذي يتناسب مع أحوالنا. نحن اليوم لو بحثنا عن عدالة عدل قلما نجد من ذا الذي يتحقق فيه شرط العدالة بالكامل، لأن أهل العلم يقولون إن العبد إذا ظهرت منه معصية، يعني إذا ارتكب معصية ظاهرة عرفها الناس ورآها غيره، فإنه تسقط عدالته لفسقه في هذه الحالة. طيب من ذا الذي منا لا يعصي الله عز وجل جهرا ولا سرا؟ فالعدالة أمر نسبي، وهؤلاء هم من تيسر وجودهم من أوليائها، هذا الولي هو من تيسر وجوده من أوليائها. ولذلك أنا أقول للأخ الكريم لا تفتح على نفسك بابا للشيطان يدخل منه بالوساوس عليك، فأنت من اخترت زوجتك وأنت من اخترت أهلها، وإذا كان عقد النكاح تم على يد وليها أيا كانت حالة عدالة الولي فإن العقد قد انعقد شرعا، وأيا كانت حالة الشهود في العدالة النسبية فإن العقد قد انعقد شرعا. أما أن تنبش أنت في أوراق الماضي فإن هذا يا بني سيفتح عليك بابا خطيرا للشيطان يملأ نفسك وقلبك الوساوس على هذا العقد وعلى غيره من الأمور، فاستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا وإياك وأن يعلمنا ما ينفعنا
وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا اللهم علما. اللهم أمين, أمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ خالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. قطع الاتصال. عاود الاتصال أخي كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ, في أخت أخذت برشام في رمضان يمنع نزول الدم الحيض لأنه في عدم انتظام, وهي كانت خائفة أنه يضيع عليها بعض الأيام في رمضان, وبعدين أحيانا بالليل ينزل أشياء لونها بنية أو أحيانا لون أحمر بالنهار, هل تصوم أم ماذا تفعل شيخنا الكريم؟ وهي عمرها 47 سنة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد, عليه الصلاة والسلام. أقول الأخت السائلة تبارك الله فيها, عمرها 47 عاما, يعني ما زالت امرأة من ذوات الحيض, وبالتالي أخذها الأقراص أو الأدوية لمنع حيضتها في رمضان أو في العمرة أو في الحج, هذا أمر أجازه بعض أهل العلم لكن اشترطوا له شرطين. الشرط الأول موافقة الولي وإذن, والشرط الثاني إخبار الطبيبة الثقة أن هذا الدواء ليس ضارا بهذه المرأة. أما ما تسأل عنه أختنا بارك الله فيه من أنها أخذت دواء لكنها ترى أشياء بنية في الليل وأشياء تميل إلى الحمرة في النهار, نقول هذه البنيات وتلك الحمرة إن كانت في وقت الحيض المعتاد فهي حيض, يمنعك هذا رغم الأدوية, لأنه في بعضهن تأخذ الأدوية ولا تنفعها وينزل برضو الدم, وإن كان ينزل أبسط وأهون نسبيا لأنه محبوس داخل الرحم, عشان الأدوية دي بتمنع انقباضات جدار الرحم الذي يطرد الدماء خارج الرحم. الشاهد أنه هذه الدماء أو الحمرة أو البنيات التي تراها في الليل أو في النهار إن كانت في وقت الحيض المعتاد فهي من الحيض, يمنعها هذا من الصلاة ومن الصوم على حد سواء. أما إذا كانت هذه البنيات أو تلك الحمرة في الليل أو في النهار في غير وقت الحيض, خلاص وقت الحيض كان من 10 أيام وانتهى, فإنها لا يضرها ذلك شيء, إنما تصلي وتصوم, لكنها حكمها حكم المرأة المستحاضة, فعليها أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة بعد الاستنجاء وتنظيف المحل, وعليها أن تتحفظ وتصلي كل صلاة بوضوء مستقل, هذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة في المستحاضة في أحد قولي عليه صلوات الله وسلامه. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز الصيام لوالدي المتوفى؟ نعم, تصوم يوم الاثنين والخميس فقط. وهل في سؤال تاني بعد هذا السؤال شيخنا الكريم؟ نعم. طب ايه هو السؤال الأول؟ السؤال الأول هل لها أن تصوم عن والدها المتوفى؟ نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد, إن كان المقصود لها المقصود منها أن والدها مات وعليه صيام فإن هذا الأمر فيه تفصيل عند أهل العلم, فيقولون إذا كان الميت أدرك زمنا كان يمكنه أن يقضي فيه ما أفطره في رمضان ففي هذه ولم يقضه ولم يصمه, ففي هذه الحالة يصوم عنه أولياؤه إن وجدوا واستطاعوا, لأن الله تعالى يقول أن تصوموا خير لكم, ولأنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه, أما إذا لم يستطيع أولياؤه أن يصوموا عنه ويطعم فيطعم في هذه الحالة عن كل يوم مسكينا. أما لو كان الرجل الميت الذي عليه أيام أفطرها اتصل موته بمرضه, يعني ما خفش, بمعنى لم يصح ولم يخف ولم يدرك زمنا يستطيع فيه أن يقضي ما عليه, فليس عليه قضاء عليهم قضاء ولا عليهم إطعام, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم, هي تقول تصوم يوم الاثنين أو الخميس أو في أي يوم, يعني أي يوم لو صامت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد, أنا أتصور جدلا إنه هذه الأخت ستصوم أياما عن والدها الميت الذي أدرك زمنا كان يستطيع أن يقضي الصوم فيه لكنه لم يفعل, فأصبح الآن الصوم على أوليائه إن استطاعوا أو الإطعام عليهم إذا لم يستطيعوا الصوم, فهي ستصوم مثلا عن والدها ولكن ستجعل صيامها
قضاء عن والدها يوم الاثنين ويوم الخميس. إن كانت تفعل هذا لأنها تحب هذين اليومين فهما يومان ترفع الأعمال فيهما إلى الله عز وجل فيحب فتحب أن يرفع عمله وهي صائمة فبها ونعمة. نعم. أما إن كانت تقصد أن تجمع بين صيام الاثنين والخميس كنافلة وصيام القضاء عن أبيها فهذا لا يصح، لأن القضاء فريضة لابد أن تستقل بنيتها ووقتها على حد سواء، أما النافلة لها وقت آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختنا. أنا عايز أسأل الشيخ، أقول له شيخ الإفرازات أو الدم الأحمر الشفاف اللي بينزل قبل الدورة بحوالي 3 أو 4 أيام، بس هو دم بس مش دم الدورة، مش دم الحيض يعني، وبعد برضو ما الحيض بيخلص برضو بتستمر حوالي 3 أو 4 أيام. عايز أعرف، أنا بتوضأ لكل صلاة بس وصعب عندي التحفظ لمشاكل كتير. شكرا. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، إجابة سؤال الأخت الفاضلة المتصلة. أنا سمعت بعض الحقيقة. لا، هي قبل الحيض يأتيها إفرازات بأيام، 3 أيام أو 5 أيام، وبعد الحيض تستمر معها يعني 3 أيام أيضا، وهي تتوضأ لكل صلاة يعني. نعم. لطبيعة أمر ما عندها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لابنتنا السائلة، هذه الإفرازات البنيات أو التي تميل إلى الحمرة أو الكدرة كما يسميها أهل العلم، إن كانت قبل الحيضة يعني قبل اليوم الشرعي الرسمي للحيضة فليست بشيء، وإن كانت بعد انتهاء الحيضة ورؤية الطهر والغسل منها هتستمر يوم ولا أيام أيضا ليست بشيء. حديث أم سلمة رضي الله عنها، كنا لا نعد الصفرة ولا الحمرة ولا الكدرة في غير وقت الحيض شيئا، لا يعدونها شيئا ما دام قبل الحيضة بأيام أو بعد الحيضة بأيام. طب تعمل إيه في هذه الحالة من ابتليت بهذه الإفرازات؟ أبدا، هي مستحاضة أو حكمها حكم المرأة المستحاضة، عليها أن تستنجي تنظيفا لمحل نزول الدم، وأن تتحفظ بأي طريق يمكنها أن تتحفظ به، ثم عليها أن تتوضأ لكل صلاة مكتوبة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل وتقول، هل مصاريف الجنازة التي تؤخذ من التأمينات لأخواتي أو لإخواتي حق فيها، أنا لأن المعاش لي أنا وأمي فقط، فهل يأخذون معهم في هذه الأمور شيخنا الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما يعرف بمصروفات الجنازة والوفاة التي تصرفها الهيئة العامة للتأمين أو للتأمينات الاجتماعية، هي حق لمن أنفق مصروفات الجنازة. يعني مين اللي كلف الموتى كما يقولون؟ مين اللي جاب اشترى الكفن، ومين اللي استأجر المغسل، ومين اللي استأجر السيارة، ومين اللي دفع رسوم الدفن نفسه؟ والله الزوجة الأم خلاص تاخده، تاخد ما أنفقته، فإن زاد شيء فهو لجميع الورثة. هنفترض أن إخوانها الذكور هم من أنفقوا، خلاص إخوانها الذكور اللي أنفقوا ياخدوا مقدار ما أنفقوه، وما زاد يقسم على جميع الورثة. أما المعاش بعد كده فله ضوابط عند الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فهي تعطي لمن لا عائل له، إن كان ذكرا حتى سن 21، وإن كانت أنثى حتى النكاح، وبالتالي هذا لا علاقة له بمصروفات الجنازة. المعاش هيصرف ليكي خلاص يبقى ليكي أنت، هيصرف لوالدتك يبقى لوالدتك وليس لإخوانك شيء، إنما مصروفات الجنازة المتبقية بعد الصرف الحقيقي على النفقات اللي تمت أثناء الجنازة، هذه تقسم على جميع الورثة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت التي ترى أشياء بنية أو كدرة وحمرة تقول، هذه الأشياء تنزل بالليل فقط، بالليل فقط، أما من الفجر إلى ما بعد المغرب لا ينزل شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، عليه الصلاة والسلام، هذه الإفرازات قلنا إن كانت في وقت الحيض نزلت في الليل نزلت في النهار لا عبرة بوقت نزولها، هي من الحيض وهي أثناء فترة حيضها المعروفة لها شهريا، هتمتنع تماما عن الصلاة وعن الصوم على حد سواء.
أما إذا كانت هذه الإفرازات في غير وقت الحيض، يعني تنزل في غير وقت الحيض، فهي من شوية قالت بالليل تنزل بنية وبالنهار تنزل تميل إلى الحمرة، عشان كده قلنا ما دام بتنزل بالليل وبتنزل بالنهار فدي استحاضة، ما لا علاقة لها بالصيام، ده احنا قلنا أنها تصلي وتتوضأ لكل صلاة مكتوبة، معنى كده أن هي إذا صلت يبقى تصوم أيضا، لأن الصلاة والصيام كلاهما ممنوعة منه المرأة الحائض. أما المستحاضة بهذه الإفرازات اللي قبل أو بعد الدورة فإنها يعني المستحاضة لا تمتنع لا عن الصلاة ولا تمتنع عن الصيام، حتى لو الإفرازات في غير وقت الحيض نزلت بالنهار، ما احنا مش حيض، هذا ليس حيضا، هذه الإفرازات استحاضة. فما دامت ليست حيضا نزلت بالليل نزلت بالنهار لا علاقة لها لا بالصلاة ولا بالصوم، لا تمنعها من صلاة ولا من صوم، لكن في الصلاة هتستنجي وتتحفظ وتتوضأ لكل صلاة مكتوبة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم تسأل لابن 17 سنة، هذه الأم لها هذا الابن ربته على الصلاة والصوم، والآن هو مهمل في الصلاة ويشرب السجاير والحشيش في الشارع ربنا يهديه، وما زال يدرس ويأخذ مصروفه منا. نعم، هذا الاتصال ثم نواصل. السلام عليكم. عليكم السلام، لو سمحت أكلم الشيخ. أيوة نعم، السلام عليكم. بس أسأله سؤال. هذا السؤال يعني ابو جوزي يعني واسع على اولادي وجوزي ميت يعني ومش عاوز يديهم لي وبيشرب سجاير ومدورهم ايه ابو جوزي يعني واسع وصي على الاولاد ايوه وبيشرب سجاير واقول له صلوا ما يرضاش يصلوا وما يسمعش يعني كلامي كده ويعني وفي ظروف يعني خلي الشيخ بس يدعي له ويدعي له. ايوه السؤال ايه بقى؟ يعني السؤال ايه كل ما اقول لهم ادهمني يعني وكده ما مش عاوزين يعني ادهمني وكده. ايوه يعني ايوه الاولاد مش معاكي كمان. ايوه وفي اهمال في التربيه. ايوه لا يصلون ويشربون السجاير. اعمارهم قد ايه يا امي؟ 20 سنه و15 و18 ما شاء الله. واجي اقول لهم ادهمني يعني بقى مفرحين العيال يجيبوا لهم مكان ويدوا له فلوس وكده في دلع زائد يعني. ايوه واجي اقول لهم ادهمني ما فيش حتى يقول لك لا الكلام دي لا ويعني تخش اشوف امكم ما لكمش دعوه بيها اعمل ابا ولا رفع ولا جنان. حاضر. في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون من فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا مرحبا يا اختنا. لو سمحت انا كنت عايزه اسال على زكاه الذهب. انا عندي شبكتي 18 جرام وما طلعتش النصاب، بس سمعت ان هو اللي وصل 25000 جنيه يطلع زكاه، انا مش عارفه المعلومه دي صح ولا غلط. 18 جرام لا 25000 جنيه يطلع زكاه. ايوه ايوه ماشي. انت بتسالي عن زكاه الذهب ولا المال؟ زكاه الذهب. الذهب هما 18 جرام عيار ايه؟ هما لا هو عيار 18. عيار كم جرام؟ 18. هي بتسال على لو قيمته 25 اطلع ولا لا. طيب حاضر تمام. الثاني سؤال، احنا عندنا ورشه وفي ناس لما بنحس ان هما مش هيدفعوا يعني القيمه اللي احنا متفقين عليها بنحجز حاجه، فاحنا حاجزين شبه قماشه بقى لها 13 سنه فمش عارفين ننساها ايه. مغلقه يعني؟ لا يعني مثلا هي احنا اتفقنا ان احنا نعمل لك الشغل ده وقيمته 150 جنيه. انت ما دفعتش 150 جنيه. فشلنا حته قماشه. مش فاهم السؤال. اتصلي وعاوز السؤال. زبونه زبونه يعني جابت حضرتك فاهم السؤال؟ عليها فلوس فما دفعتش الفلوس فهم شالوا القماشه بقى لها 13 سنه. من زمن 13 سنه. تمام. طيب حاضر. جزاكم الله خير، ربنا يحفظكم ويبارك في عمركم يا رب العالمين. نعم شيخنا الكريم، يبدو ان السؤال عدم يعني الولاد وكده. الاخت تقول ابني 17 سنه وربته على القران والصلاه، لكن يبدو ان الولد يعني صاحب ناس يعني ربنا يعافينا ويعافيه، وابوه يضربه ويعني وفي عقاب ويطرده احيانا ويسكت احيانا، فماذا تفعل؟ ويعني حتى لا يكون هذا الولد في ميزان سيئاتها يوم القيامة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول لأختنا السائلة
إن كان الأمر كما ذكرت أنك ووالده ربيتم الولد على التدين وعلى الصلاة وعلى بر الوالدين والأخلاق الحميدة، وهو شب على هذا حتى وصل إلى مرحلة معينة في الدراسة، فالتم على يعني صحبة سوء أخذته إلى طريق الانحراف والسجائر والمخدرات وغير ذلك، وأنتم ما زلتم تناصحوه وما زلتم تزجروه وما زلتم وما زلتم، فقد أديتم ما عليكم، وهو الآن أصبح ذو مرة يعني قوي مكتسب بالغ يستطيع أن تكون له ما يعرف بالولاية المستقلة وإلى آخره. فأنتم إذا كنتم بالفعل ربيتموه على الأدب وعلى التدين وعلى الصلاة فقد أديتم ما عليكم. إذا حافظ الولد على هذا الطريق وعلى هذا المنهج الذي رباه عليه بيته فبها ونعمة له ولهم على حد سواء، يعني أجره له وأجرهم أيضا لهم. أما إذا كنتم ربيتموه بالفعل على الأدب والقرآن والصلاة وهو الذي انحرف بنفسه عن طريق صحبة السوء فعليه وزره وليس عليكم شيء، لأنكم أديتم ما عليكم، والله تبارك وتعالى يقول ألا تزر وازرة وزر أخرى، وتستمر في النصح والإرشاد. لكن مش هنترك الولد صحيح. بمعنى أن نطرده ونتركه لصحبة السوء تركا كاملا، يعني سددوا وقاربوا، انصحوا مرة وازجروا مرة وعظوا مرة وشدوا مرة وهكذا، لكن أنتم لستم عليكم ذنب ولا إثم ما دام ولله الحمد أديتم ما عليكم في مرحلة التربية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت المتصلة يعني الأولاد مع حماها، ويبدو المسألة برضو فيها دلع ودلع، يعني وصل الأولاد لعدم الصلاة وشرب السجاير و18 سنة و15 و20 سنة وهي مش عارفة تاخد الولاد، فماذا تصنع لهم شيخنا الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إنما شأنك شأن الأخت صاحبة السؤال السابق، ليس أمامكم إلا الله تبارك وتعالى أن تدعو الله عز وجل لهؤلاء الأبناء بالهداية والصلاح، وأن يحبب إليهم الإيمان وأن يزينه في قلوبهم وأن يحبب إليهم الصلاة وأن يبعد عنهم صحبة الأشرار. هذا ليس لا تملكين أكثر من هذا. أما مسألة أن تأخذي الأولاد هذا أمر أصبح في غاية الصعوبة من ناحية الشرعية ومن الناحية الرسمية القانونية على حد سواء، لأن سن الحضانة ممتد إلى 15 عاما، وفي هذه السن يخير القاضي الابن أو البنت أن تكون مع أبيها أو مع أمها، هم الآن مع وصيهم اللي هو الجد، وبالتالي فات عليك السن القانوني الذي تستطيعين أن تسترد به الأولاد. وحتى لو استردتيهم في فترة معينة، فترة الطفولة، كان برضو هيوصل لا يوصل سن 15 فصاعدا هيرجع إلى عصاباته، يعني إلى أعمامه وإلى جده. فأنت الآن موقفك من الناحية الرسمية في الحقيقة ضعيف، لكن موقفك مع الله تبارك وتعالى إن شاء الله يكون قويا. أنت أم، ودعوة الوالدة لأبنائها إن شاء الله من الدعوات المستجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام ثلاث دعوات مستجابات، منها دعوة الوالد لولده. فكوني أنت هذه الأم التي تكثر الدعاء لهم بالصلاح والهداية، فلعل الله عز وجل أن يستجيب لك دعوة في هؤلاء فيصلح الله حالهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الأبنة، السلام عليكم، فضلي. هات السؤال اتفضلي. دلوقتي احنا بابانا كان مثلا ممكن من زمان، وامي كانت بتصرف علينا طول حياتنا، وبعدين لما هي توفت كنا احنا صغيرين جينا عشنا مع خالي، وهو برضو ابونا ما كانش عايز ياخدنا يصرف علينا. وبعدين دلوقتي لما احنا كبرنا واتجوزنا، هو كان بقى كبير في السن فكان عايش في السعوديه، فقلنا له ينزل يعيش هنا معانا. فلما نزل يعيش بقى معانا هنا احنا بنصرف عليه كل حاجه، فهو دلوقتي عنده بيت مثلا 300,000. احنا عارفين ان هو لو خد فلوس البيت ده واتباع هيصرف فلوسها في اي حاجه، في اي حاجه ملهاش لازمه. فاحنا دلوقتي ينفع ناخد الفلوس دي نحطها له في بنك ما نصرفش منها، بنك يكون اسلامي واللي يطلع منه مثلا الدول، او نعمل له مشروع من غير برضه ما ناخد؟ هو باع البيت. هو البيت بيتباع. طيب المال، الفلوس اللي تيجي دي نحطها له في بنك اسلامي اللي يطلع منها نديها له، او حتى نعمل له مشروع واللي يطلع منها برضه نديها له من غير ما ناخد الفلوس دي احنا خالص انا واخواتي. هو كم عمره قد ايه؟ حاجة و70 او حاجة و80. وهو يعني ما بيتصرفش في ماله بنفسه ليه؟
بيحبش يشتغل، هو بيتجوز عشان يتجوز واحده مثلا غنيه هي تصرف عليه. هدانا الله اياه. حاضر حاضر. فهو دلوقتي الفلوس دي انا احنا عايزين لو حطيناها في بنك او هو، عشان مشكلتنا لو جه طلبنا طلبها مننا واحنا قلنا لا ده كده يجوز فرعا ولا ما يجوزش. حاضر، كنت عايز اعرفه. شكرا. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله. نعم شيخنا كريم. أستاذ محمود السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخي كريم، تفضل. مرحبا بك يا فندم. نعم. ممكن أطلب أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟ أيوه نعم، تفضل أخي كريم. والله حضرتك أنا كانت زوجتي خرجت من البيت بدون إذني، كانت رايحة تمشي على بنتي وأنا طلعت نزلت اللي أنا مالفيش عشان ما أروحش عليها وخايف عليها وكده. ثم رجعت زعقت معاها وحرشت عليها وقلت لها تحرم عليها لو خرجت من البيت تاني من غير ما تقولي لي. بتقول يعني انت قصدك ايه؟ قلت لها انا نيتي طلاق. فهل دي تصح الطلقه؟ فعم يحسب يمين. مش انت اللي قلت في نيتي الطلاق؟ هي ردت عليها بتقول يعني ايه اتاخر عليك انت انت يعني انت كانت في نيتك فعلا الطلاق ولا ده اللفظ اللي انت قلته؟ ده اللفظ اللي انا قلته. لكن النيه كانت ايه؟ كانت النيه كانت الطلاق. النيه كانت الطلاق. فكانت تروح كده تحسب عليا طلقه ام تحسب عليا كده ان انا ده هي ما عملتش حاجه لسه صح؟ لا لسه ما عملتش حاجه. تمام تمام. حاضر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. املا. حاضر. امان الله. نعم شيخنا الكريم المتصل اسمها امانة الله زكاة الذهب. لو هي 1000 جنيه هل يكون عليها زكاه ام لا؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. قلنا كثيرا ان زكاه الحلي الذي تتزين به النساء فيه خلاف في وجوب الزكاه عليه بين اهل العلم. فقد ذهب جمهور الائمه من المالكيه والشافعيه والحنابله الى انه لا زكاه فيه لانه ذهب مستعمل وليس ذهبا مستثمر او مدخر. اما الحنفيه والظاهريه فقد ذهبوا إلى وجوب الزكاة فيه وهو أصح القولين لأنه مستدل عليه بأدلة غاية في الصحة والصراحة والوضوح، منها قول الله تبارك وتعالى الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ينفقونها يعني يؤدون الزكاة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم إلى آخر الآية. فأبو حنيفة يقول الآية ذكرت الذهب والفضة ولم تفرق بين ذهب وذهب، لا قالت ذهب مستعمل معلهوش ولا ذهب مستثمر عليه، إنما أطلقت القول في الذهب مطلقا وفي الفضة مطلقا إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. ويؤيد هذا أيضا حديث الصحيح وهو قول عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا إذا كان يوم القيامة مثلت له صفائح من نار فيكوى سلام. بها جنبه وجبينه وظهره إلى آخر الحديث. ولذلك نقول الزكاة في الذهب الذي تتحلى به النساء واجبة في أصح قولي أهل العلم، وذلك بالشرطين إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. النصاب ما متوسطه 25-26 ألف جنيه فصاعدا. فإذا ملكت المرأة ذهب من أي عيار بلغ هذه القيمة 25-26 في هذه الحالة تؤدي زكاته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أنا ما فهمت السؤال الثاني جيدا، لكن أنا فهمت أن في حد خد منهم حاجة وما كملش تمنها، هم احتجزوا قطعة القماش 13 سنة تقريبا يعني في الورشة عندهم أو ما شابه ذلك، ولم يستدل على هذه المرأة ولم تأتي مرة أخرى، فماذا يفعل؟ هو يعني الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله وبعد. بالفعل السؤال لم يكن واضحا، لكن ما فهمته أن هي ورشة تفصيل. أيوة صحيح. وأنه لعل هذه زبونة اختلفوا على السعر والفلوس أو لم تدفع وتركت القماش ومرت عليه هذه السنوات الطويلة ولم يتعرفوا بعد على هذه المرأة، عندها 150 جنيه والقماشة موجودة. فإن كان هذا هو منطوق السؤال ومفهومه وهي تسأل ماذا نفعل، أقول لها بارك الله فيك إن كانت قيمة القماش تساوي المبلغ الذي دفعتموه هنيئا لكم، خلاص يبقى نحط دي مكان دي وخلاص. أما إذا كنتم ترون أن قيمة القماش أكثر من قيمة المبلغ اللي لكم عندها، يعني هي لها قماش ب200 وانتم لكم عندها 150، يبقى في هذه الحالة تصدقوا بال50 الفرق ما بين ما لكم وما لها، تصدقوا بهذا القدر الزائد
في سبيل الله عز وجل ما دمنا لم نعثر على هذه المرأة صاحبة القماش بعد، وهذا هو المستطاع ولا شيء غيره، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضل. أهلا بيك يا شيخ، كل سنة وحضرتك طيبين. وحضرتك طيبة يا فندم، تفضل. طيب. ممكن أسأل لو سمحت ثلاث أسئلة؟ أيوة نعم. طب أول سؤال، أنا يعني دائما في العادي حتى بيبقى عندي إمساك، وبعدين أحيانا اندفاع المية من الشطاف وكده ده اللي بيساعد على إن الإمساك يروح شوية، فهل الموضوع ده بيفطر في رمضان؟ لأن أنا سمعت رأيين في الموضوع ده ومش عارفة. أيوة نعم. فعلا بيفطر. طيب. أنا ما بقاش متعمل. السؤال الثاني عارف. ربنا يعافيك ويشفيك. الله يخليك. السؤال الثاني. السؤال الثاني كنت عايزة أقول لحضرتك، أذان الفجر إذن وأنا كان في بقي مية سجلت ولميتها يعني كفيتها على طول، فهل ده صح ولا غلط؟ يعني أول ما قال الله أكبر أنا كان في بقي مية سمعت الأذان وكنت أعرف إن ده الوقت فرحت تفيتها على طول. نعم. حكم الصيام اليوم ده. السؤال الثالث بالنسبة لدعاء القنوت في صلاة الفجر، هل هو يعني سنة أكيدة ولا إيه؟ ممكن أسمعه لو سمحت وأعرف إزاي بيتقال؟ الشيخ هيجيبك أثناء الحلقة إن شاء الله. شكرا، ألف شكر، وكل سنة وحضرتك طيبين. وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا كريم، من معنا؟ أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا. الحمد لله. مرحبا أستاذ محمد، اتفضل. حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي الساعة 5 بعد الفجر يا فندم. مشكلة بعد الصيام يعني؟ بعد الصيام. تسببت في ان هي نرفزتني وشقت هدومي ولطمت على وشي، والاخر قمت قايل لها انت طالق 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 علشان الكل يرتاح وانت تروح حالك وانا بحالي. كررتها ثلاثا؟ وقلتها ثلاث مرات. كان في نيتك ايه، التأكيد ولا ليه قلتها ثلاث مرات؟ كان في نيتي يا فندم؟ يعني ليه قلت اللفظ ثلاث مرات؟ قلت اللفظ ثلاث مرات علشان انني عاوز انتهي منها، اخلص منها. طيب عافانا الله وياه. ودلوقتي انت نادم طبعا وتريد زوجتك واهل بيتك، مش كده؟ حاليا نعم. صح. طيب حاضر، فامان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم. الأخت لبنى، يبدو أن الوالد يعني ربنا يصلح حالنا وحاله، عمره حاجة وسبعين سنة، مسألة الشغل والعمل ليس له فيه شأن. مسألة المال يضعونه في بنك إسلامي ولا يشغلوا المال، ولو الوالد طلب هذا المال هل من حقهم أن يرفضه؟ ولو رفضوا هل يكونوا عاقين لوالدهم في ذلك الحال يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن المال مال الوالد، وبالتالي هو صاحب الولاية المطلقة عليه، إلا إذا غلب على ظن أبنائه وبناته أن الوالد عنده شيء من السفه، بمعنى السفه يعني لا يحسن أن يتصرف في ماله. لو خد 300,000 ممكن يفقدهم في 300 يوم. يا ريت، ممكن في ناس ممكن في ساعتين زمن. يعني انا بقول على الوالد. اي نعم. في ناس فاذا غلب على ظن ابنائه وبناته ابنائه وبناته انه لا يحسن ان يتصرف في ماله، وانه لو اعطي المال بين يديه او تحت ولايته لاضاعه كما هو يعني يغلب على ظنهم، ففي هذه الحاله معذره في التعبير، هو ليس على والدكم، هو ليس تعبيرا معيبا، فمثل هذا يقال عنه سفيه، يعني لا يحسن أن يتصرف في ماله. الله أعلم. والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، فبالتالي إذا غلب على ظنكم إن هو لو خدهم حيفقدهم بالفعل أيا كان بقى هيصرفهم في إيه، في حل ولا في حرام، ففي هذه الحالة لكم أن تقيدوا ولاية الوالد على المال، بمعنى عايزين تحطوه في بنك إسلامي وتأخذوا الريع لتنفقوا على الوالد خير وبركة، عايزين تحطوه في مجال استثمار تأمنوه مع من تأمنوه على المال، وإلا فالبنك أفضل وأولى. تروحوا تعطوه لواحد عشان يتجر فيه، يجيكوا بعد شهرين ثلاثة أربعة يقول لكم والله خسرت خسارة فادحة،
انا ادتوني 300,000 خسرت 600,000 وبالتالي يكونوا الفرقه بيتكم صلاحهم مديونين في فرقه بيتكم. فاذا غلب على ظنكم ما ذكرته لكم ان تضعوا المال في بنك اسلامي او تستثمروه بانفسكم وتنفقوا على الوالد من هذا الريع حتى يقضي الله عز وجل فيه امره وفي النهايه سيؤول ماله الى ورثته. نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه ومرضانا ومرضى المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أستاذ محمود يعني قال لزوجته تحرمي علي لو خرجت دون إذني أو دون ما نعرف هل تحسب طلقة؟ ولما سألته أنت كنت تقصد إيه؟ قال لها أقصد الطلاق. هل تقع هذه طلقة أم ماذا وقعت منه؟ الحمد لله لأنه هو علق. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الطلاق أنواع من حيث اللفظ. هناك طلاق يعرف عند أهل العلم بطلاق اللفظ الصريح هو أن يقول لامرأته أنت طالق باللفظ الصريح أو أن يعلقه على شرط ولكن أيضا يعلقه بلفظ صريح كان يقول لو خرجت تكوني طالق ده اسم اللفظ الصريح. هذا اللفظ الصريح لا يحتمل القيل والقال خلاص هو لفظ صريح في الطلاق يقع به الطلاق مش محتاج نية أصلا. وهناك نوع آخر من الألفاظ التطليق وهو اللفظ الذي ذكره أخونا وأمثاله ألا وهما يعرف عند أهل العلم بالطلاق باللفظ الكناية. الكناية اللي هو اللفظ المحتمل لأكثر من معنى زي تحرمي علي تحرمي علي بعضهم يقول أنا أقصد منها تهديدا وتخويفا للمرأة جايز ربما يحمل هذا المعنى وآخر زهار. يقول أنا أقصد به الامتناع عن المعاشرة الزوجية الظهار يعني لا مش الظهار الإيلاء الإيلاء فبرضو وارد يحتمل هذا المعنى. وبعضهم يقول أنا أقصد به الظهار تحرمي علي أن تحرمي علي زي أمي وأختي فوارد برضو هذا المعنى. وأما أخونا السائل فقال أنا أقصد به وده المعنى الرابع لكلمة تحرمي علي أنا أقصد به الطلاق هو الذي حدد أنت من حددت نيتك وبالتالي إن خرجت المرأة وأوقعت هذا الشرط وقع الطلاق بس هو قال بدون إذن ما هو أيوة طبعا لو خرج يعني بدون هو مش منعها من الخروج ما أنا فاهم بدون إذنك يبقى كده وقع الشرط وبالتالي سيقع الطلاق طلقة واحدة لكن إلى الآن لم تقع طلقة إلى الآن طبعا لم تقع ما لم تخالفها المرأة تمام فهي الزوجة هداها الله تنتبه كل ما تيجي تخرج لابد ان تخبر الزوج نعم او هو يحل الاشكال ويعطيها اذن عام ويخلص نفسه لانه يعني النساء غير مأمونات يعني في هذا الباب يستأذنه مره والمره الثانيه يعني تقول له نسيت ممكن هذا اليمين ايوه ممكن بعد اليمين ده يعطيها اذن عام. على العموم انا ما دام متاكد انك ما بتخرجيش الا المصلحه خلاص حيثما وجدت المصلحه اخرج وكانه لم يقل وكانه لم يقل. نعم جزاكم الله خير. استاذ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وبركاته يا فندم. اهلا مرحبا اتفضل. انا سالت يا فندم على الفتوى ان انا عايز استشير سيادتك فيها. انا في ساعه غضب انت صاحب سؤال اللي قلت لزوجتك لفظ ثلاث مرات. ايوه يا فندم. فاحنا لسه ما جاوب الشيخ ما جاوبكش. ايوه يا فندم. اتفضل. لا ما جاوبنيش يا فندم. انا عارف. أنا حصل مشكلة بيني وبين زوجتي الساعة 5 بعد الفجر. طب إيه دي؟ أنا وفي ساعة غضب فقلت لها أنت طالق. طب إيه الجديد في السؤال تاني يا أستاذ محمد؟ ما الشيخ هيجيبك. إحنا لسه هنجاوبك يا أستاذ محمد. يا أستاذ محمد. يعني أصل منتظر قدام سعادتك على الشاشة؟ انتظر لا قليلا، لا أغلق الهاتف، أصلح الله أحوالنا جميعا. ودقائق قليلة وستسمع الجواب أثناء الحلقة إن شاء الله تعالى إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا جميعا. فأمان أننا نسيت السؤال. لا لا لم أنس السؤال. بس أنا ماشي بترتيب الأسئلة سامحني أخي كريم. نعم شيخنا الكريم. طب نجيب الأخ محمد كي تهدأ نفسه ثم بعد ذلك نجيب سؤال الأخت إن شاء الله. نعم طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أخونا الأستاذ محمد يقول إن هو حصل بينه وبين الزوجة خصومة وشحناء الساعة 5 يبدو أنه خرج عن شعوري ده شق الجيوب ولطم الخدود نرفزته كما هي عادة أغلب النساء هدانا الله وإياه ولطم الخدود وشق الجيوب وهذا أمر محرم وكان صائما هذا أمر محرم مهما بلغ بالإنسان منا الغضب والانفعال والنرفزة لابد أن يراعي أن يكون وقافا عند حدود الله فلا يرتكب شيئا محرما ما يطلعش لفظ حرام
ولا يرتكب فعل حرام، فلطم الخدود حرام وهو من الكبائر، وشق الجيوب اللي هو شق الثوب حرام وهو من الكبائر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور في الصحيح: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا مش معناه أنه هو كافر، لا، ليس منا يعني ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، الإسلام يعني. ليس على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما فعله مخالف لهدي الإسلام ومخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. طب ده يعمل بسببه إيه؟ يتوب إلى الله تبارك وتعالى، أخونا الأستاذ محمد، يتوب إلى الله عز وجل توبة الندم على الفعل اللي فعله، وتوبة العزم الأكيد على عدم العود لهذا الفعل مرة أخرى تحت أي ظرف ولا ضغوط. والأمر الثالث أنه يكثر من الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الخطأ الذي هذا يعني متعلق بما فعله هو. أي ما احنا لسه أما مسألة الطلاق وما قاله بعد هذا الخطأ ماشي، احنا بس بنجاوب الشق الأول من الشق الأول اللي هو مسألة لطم الخدود وشق الجيوب تحتاج إلى توبة، وكما قال فضيلة الشيخ شعبان ربنا يحفظك ويحفظه يا رب. أستاذة إلهام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضلي. ممكن أسأل الشيخ حضرتك؟ أيوة نعم، تفضلي. أيوة. أنا زوجي ميت بقاله شهر. الله يرحمه. ممكن أنزل أشتري الطلبات بتاعة البيت الضرورية كمأكل ومشرب كده في الفترة دي؟ حاضر. ولا ما أخرجش من البيت خالص فترة العدة؟ حاضر. شكرا. ربنا يرحمه ويغفر له. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ورحم جميع موتانا وموتى المسلمين، آمين آمين يا رب العالمين. الشق الثاني بقى ما قاله لزوجته شيخنا الكريم. الشق الثاني قال للزوجة: أنت طالق طالق طالق، اللفظ صريح يا أستاذ محمد، وبالتالي يقع به الطلاق فورا، يعني تتحسب طلقة فورية، طلقة واحدة. لكن أنا قلت طالق طالق طالق، هو طبعا المسألة بتاع العدد دي طالق 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 فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح أنها تحسب طلقة واحدة، لأن الحالة النفسية التي وصل إليها ممكن توصله لتكرار اللفظ. لو كمان الفتوى على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عهد أبي بكر وعمر كان طلاق الثلاث يقع واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وشطرا من خلافة عمر، وبالتالي المفتى به في بلادنا أن طلاق الثلاث يقع واحدة، فالآن احتسبت عليك يعني وعليها طلقة واحدة. إن كان هناك طلقات سابقة فنشوف هل دي أول طلقة، إن كان أول طلقة أو كانت دي ثاني طلقة يرد الزوجة الآن النهاردة، ما يستناش لليل ولا البكرة ولا بعد أسبوع، ماذا يقول لها؟ مش هيستغنى عنها ولا تستغنى عنه، يردها باثنين شهود. ما كانش اتصل مرتين لو مستغنى عنها يردها باثنين شهود، يعني على يد اثنين شهود يا رجالة. وليكن افرض عنده ابن كبير عنده 15 سنة 16 سنة فصاعدا، أو شابين في البيت عندهم 15 فصاعدا، يعني أصبحوا كبار يستطيعوا أن يكونوا شهودا، فيا أولاد أنا رديت أمكم وأنا ما استغناش عنها، وبالتالي الإشهاد على الرجعة دي يجعله إن شاء الله عز وجل راجع المرأة أي الزوجة مراجعة شرعية سليمة صحيحة. هناك بعض من أهل العلم يقولون إن الرجعة كما تكون بالقول زي ما شرحت كده من لحظة تكون أيضا بالفعل، تكون بالفعل، فإن استباح الزوج من زوجته، بس مش الآن بعد الفطر إن شاء الله، بعد المغرب، يعني بعد المغرب، إن استباح الرجل من زوجته نعم. ما يستبيحه الزوج من الزوجة فأغلق بابا، وده ما يحصلش إلا بين الزوج والزوجة، أو أغلق ستارا، وده ما بيحصلش إلا بين الزوج والزوجة، أو اجتمع معها في فراش حتى للنوم الطبيعي، وهذا لا يقع إلا من زوج لزوجة في الغالب، أو ما هو أكثر من هذا مما أحله الله عز وجل نعم بين الزوجين، تكون هذه مراجعة بالفعل، ويكون المرأة عادت إلى كنف زوجها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بعد هذا الاتصال حضرتك يعني نريد نصيحة للزوجة كمان ولكل النساء ولكل الرجال شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا أخي كريم. أهلا ومرحبا، يبارك في حضرتك، تفضل. نصحت عندي تاني سؤال في نكات المال. طب عاود الاتصال. حاضر يا استاذ احمد، عاود الاتصال. نعم. الزوجه اوصلت الشيخ الزوج لهذه الحاله، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. بعد ما احنا برضو لا نريد ان نظلم احدا من الطرفين، قلت خلونا بدل ما نقول الزوجه اوصلت الزوج الى هذه الحاله، ما ربما الزوج اوصلها هي للحاله بتاعتها فاوصلته هي للحاله التي كان عليها مع بعض، صحيح. فخلينا نقول هي النصيحه عامه،
للأزواج لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، فإنما الغضب يتملكك بسببه الشيطان، وإذا تملك الشيطان الواحد منا هو لا يدري ماذا سيكون. شوف الفجأة حصل إيه، العصر بيطلب إيه، عايز يرجعها في العصر. عشان كده الرجل لما جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال أوصني، قال لا تغضب. راجل زي زيه زي الأستاذ محمد، أوصني قال لا تغضب. تاني مرة أوصني قال لا تغضب، ثلاث مرات وهو يؤكد عليه لا تغضب لا تغضب لا تغضب. أدي احنا شفنا نموذج مع الأستاذ محمد، وهو شاف بنفسه والزوجة شافت بنفسها نتيجة الغضب، نتيجة الغضب خرج عن حد الاعتدال تماما، حتى وقع فيما وقع فيه من المحرمات وكلمة الطلاق. الأمر الثاني أو النصيحة الثانية للزوجات، يا أيتها الأخوات الزوجات اتقوا الله عز وجل في أزواجكم، لا تحملوهم ما لا يطيقون، حتى إن وجدت منه شيئا من الهنات أو الزلات يا ست احتملي، يا ست فوتي في الساعة دي ساعة خمسة، يعني ساعة النوم خلاص، سهرنا وتصحرنا وصلينا الفجر خلاص هننام ساعة ولا اتنين عشان الراجل يقوم لشغله، فمش معقول تحضر هذه الساعة الطلبات والخصومات والمشاكل وهتلينا وما بيجيبلناش ليه، وانا مش زي غيري وانت مش زي غيرك. طب ما هو الكلام ده كله يعني يجعل الزوج بالفعل يخرج عن حد الاعتدال، وربما يتمدد تبقى ساعة العقاب اليومي. فما ينفعش نكون ساعة العتاب الساعة خمسة وقت النوم، ولا الساعة سبعة وقت الصحيان. ست النهار طويل والليل بعد كده طويل، لما ناكل ونشرب ونرتاح يبقى هناك همسة العتاب بين الزوج والزوجة في غرفتهم بعيدا عن البنات وبعيدا عن الأولاد، حتى لا تتسببين في انفعاله وغضبه فيتسبب هو في خراب جزء من البيت. نسأل الله هذا عافية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الحاج أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا. لو سمحت أنا مخصوص لدعم من أرجو الدعاء لي. يا رب يبارك في عمرك يا أم محمد ويحفظك ويحفظ الندى ويحفظ جميع مشايخنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. جزاكم الله خيرا. أنا لي أخين لو سمحت، أخين أخ أكبر منه وأخ أصغر مني، أنا عندي 65 سنة، دول ما عرفش عنهم أي حاجة، يعني طول عمرهم ما يسألوش عليا ولا يسألوا عليا ولا يقولوا في حزن ولا فرحة ولا في أي حد، حتى جوزي مرض شديد وتوفى ومش لحد أشوفه ولا في الوفاة. فأنا عملت إيه؟ طلاق، يعني أنا بتصل بيه، أنا قلت إيه أتصل عشان خاطر قالوا لازم ايه تتصل برضه ست الرحم. فابن عمي قال لي لا انت ما عليكيش وزر. فالمهم لما سالت معلمه عندي قالت لا انت لازم تتصلي حتى وازيك الله يسلمك وخلاص. فانا اتصلت بكبير ما ردش كذا مره، يعني ان هو ما عرفش رقمي، هو اصلا ما ردش على التليفون. فالصغير دوت متعب شويه، يعني اتصلت برد عليا، يعني بيحب يجي مني بوس كده. فالمهم اتصلت بيه رد عليا وكده، فانا بروح بودي له الفلوس في مكان يعني بقابله في كده. بس انا امبارح بقى بصراحه رحت اتصلت بيه قلت له تعالى يعني عايزاك. فالمهم انا مش طايقه اشوفه بصراحه، يعني انا من جوايا مش طايقه اشوفه. فرحت سايبه له الامانه دي مع واحد ما جزاك كده، قلت له خده من عندك. هل انا الوقت عليا وزي ان انا مش عايزه اشوفه؟ انا بتصل بيه زيك. انت بتديله فلوس ليه؟ يعني هو محتاج الفلوس؟ هو مشتغل يعني اقدر بصله رحمه، هو برضه يعني دخله مالوش دخل مالوش معاش، هو كبير عنده 63 سنه. هل انا وافقه على انا قاعده لوحدي وجوزي متوفي، هل انا ممكن ادي له فلوس ولا اسال عليه بس؟ طيب حاضر. الو ايوه نعم حاضر فاهم السؤال، ربنا يصلح حالنا وحالهم يا رب. فاهمني يا محمد. بالنسبه للسؤال الثاني حضرتك، انا بصلي الفرض مع الفرض، بس بالنسبه لبعد الفجر وبعد العصر انا بصلي اول الفرض بعدين اصلي اللي عليا، هل يجوز كده ولا اصلي قبل عشان بقول بعد ولا بعد العصر؟ واضح السؤال، واضح السؤال. في سؤال ثاني؟ امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، كان قبل سؤال الاستاذ محمد كان في سؤال، دائما اختنا ربنا يشفيها ويعافيها بيبقى في امساك، استخدام الشطاف في نهار رمضان هل هذا يفسد الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عليه الصلاة والسلام. والملفت في سؤال الأخت أنها تقول أنها سمعت في هذه المسألة رأيين لأهل العلم. وفي بعض في البعض أنا سمعت أحد الشيخ ما عندناش رأي معتبر في هذا المقام، إن هو في إذاعة القرآن الكريم سمعت أنا رأي المخالفة. أنا بقول أهو، أنا بقول أهو يا إخوة، ما عندناش رأي معتبر إنه الشطاف يفطر. ليه يا جماعة؟ لأنه أولا هذا الماء
الذي نظفنا به محل البراز أعزكم الله يحفظك. كيف يكون ماء كماء الشرب فيفطر؟ هذه واحدة. الأمر الثاني هو الشرج أعزكم الله منفذ طبيعي للغذاء إلى الجوف. إحنا عندنا المنافذ الطبيعية فوق يا جماعة، ما هيش تحت أعزكم الله، فوق الفم والأنف هم دول منافذ الجوف، إنما الأذن والعين مش منافذ. ومن باب أولى الشرج ليس منفذا، فماء الشطاف لا علاقة له بالصوم على الإطلاق، حتى وإن دخل منه شيء هيدخل فين؟ هيدخل في المستقيم، لسه بعد المستقيم المصران الغليظ، الأمعاء الغليظة، وبعد الأمعاء الغليظة الأمعاء الرفيعة. نعم. وبعد الأمعاء الرفيعة اللي هي 15-20 متر دي، يجي بعدها المعدة، مش هيوصل، هيوصل فين؟ وبالتالي ليس من المفطرات في شيء، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بس في ناس فعلا تطلع تقول لهم هعمل ايه، بس المفتي معنا عشان بنأكد النصيحه. يعني بس يعني هذا الكلام، يعني للاسف سمعت هذا الكلام كما يسمع. ده تنطع. نعم هذا تنطع، يشكون على الناس. تنطع والله. يشك على نفسي هو انه سيحتمل هذا امام الله عز وجل. من فين جاب الكلام ده؟ لا عندنا ايه بكده ولا عندنا احاديث بكده. من فين جاب هذا الحكم؟ والله عز وجل ورسوله بريء من هذه الاقوال تماما. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول حاشا لله الا يكون ان يكون احتاج خلقه شيء لبيان فاخفاه. ومن باب اولى رسوله صلى الله عليه وسلم، لانه هو المكلف بتفسير البيان، بتفسير القران وبيانه. وبالتالي ما ترك شيئا يقربنا الى الله الا وامرنا به، ولا ترك شيئا يبعدنا عن الله الا وحذرنا ونهانا عنه عليه الصلاه والسلام، والله اعلم. نعم كان في ماء في فمها اثناء اذان الفجر، ويبدو أنها لفظته، ما لم تشرب، فما حكم الصيام؟ وهل ما فعلته كان صحيحا شيخنا الكريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ما فعلته بارك الله فيك من لفظ الماء الذي في فمك عند سماع الأذان له وجه حسن، لأنه في نوع من تعظيم الشعيرة لله تبارك وتعالى. فمجرد أن سمعت الأذان امتنعت تماما، اللي هو إمساك التام، فلفظت الماء. لكن فيه وجه آخر سيء أو خطأ، ألا وهو أن هدي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة، وهو الذي قال عنه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال عليه الصلاة والسلام إذا أذن الفجر وفي يد أحدكم إناءه، كوباية في إيدي بشرب، وأذن الفجر وفي يد أحدكم إناءه فلا يرده حتى يقضي حاجته. خذ البق ولا البقين للمية وإنت ماسك الكوباية للأذان، أذن، مش الاذان اذن وانا اروح ادور الكوبايه الثلاجه يا اولاد، الازازه الميه يا اولاد، لا خلاص فاتك. انما زي الاخت كده، الماء في فمها او الكوب في يدها واذن المؤذن، محتاج بق ولا اتنين، خد البق ولا اتنين من الميه. هذا باذن وتصريح النبي عليه الصلاه والسلام. عشان كده مدحنا الفعل من حيث انه وجه تعظيم الشعيره والامساك فورا مع الاذان، ونبهنا على أن هذا مخالف نسبيا لهدي الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أنها ابتلعته لكان هذا خير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أخت إلهام، أسأل الله أن يغفر لزوجها وأن يرحمه وجميع موتانا موتى المسلمين، ونلحقنا بهم على خير، أمين يا رب العالمين. هي في شهور العدة توفي الزوج من شهر تقريبا رحمة الله عليه، هل لها أن تنزل وتشتري طلبات البيت شيخنا الكريم من مأكل ومشرب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أسأل الله تعالى أن يتغمد زوجها الميت بواسع رحمته. أمين. وأن يسكنه فسيح جناته وموتانا وموتى المسلمين. أمين. وأن يلهمها الصبر والرضا والقبول بقضاء الله وقدره. أمين. وأن يحفظها في نفسها ودينها وعرضها ومالها وأولادها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما إجابة السؤال فأقول إن كان عندك أيتها الأخت الكريمة من أبناء أو إخوة أو أخوات أو غير ذلك في البيت من يأتي لك بحاجياتك من السوق، فهذا خير لك وأبقى، خليك ببيتك مستورة حتى تنتهي العدة. أما إذا لم يكن عندك أحد من أبناء أو غيرهم يأتي لك بحاجياتك من السوق، فلك في هذه الحالة أن تنزلي إلى السوق لتشتري كل ما يلزم لك، شريطة أن تكوني بكامل حجابك الشرعي، غير متزينة ولا متعطرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هو الزينة والعطر للمرأة التي توفي عنها زوجها ممنوعة، وللأخرى غير ممنوعة؟ لا يعني ده
هو ممنوع على المرأة خارج بيتها عموما. نعم. لكن هذا تنبيه مزيد من التنبيه. نعم. على حالة المرأة التي هي في عدة وفاة من زوجها. إنما المرأة عموما لا يجوز لها أن تخرج متزينة وهي سافرة الوجه. نعم. إن شاء الله تكون متزينة وتحت النقاب ما فيش مشكلة. صحيح. ولا متعطرة من باب أولى، فإنه فيه نهي شديد وتحذير من النبي عليه الصلاة والسلام. معنى كده أن النساء لزينة ولا عطر، ده انتوا خلتوها على النساء كده، أغلقتوا الباب جدا على النساء. أبدا يا ستي، داخل بيتك افعلي ما شئت من الزينة المكتسبة، وداخل بيتك افعلي ما شئت من الطيب والعطور لنفسك أو لزوجك، إنما خارج البيت لا تفعلي هذا لأنه منهي عنه شرعا. والله. نعم. أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم محمد عليه الصلاة والسلام، أم الأخت أم محمد دعم القناة اتصلت علينا، جزاك الله خيرا أم محمد، بارك الله فيك وجميع داعمي قناة الندى الفضائية، أمين يا رب العالمين، حفظكم الله وحفظها من كل مكروه وسوء. مسألة الإخوة الذين لا يسألون عن أختهم الأكبر والأصغر، سبحان الله، يعني ما هذه القسوة؟ والأخ الأصغر هي تفكر فيه كي تعطيه المال، تعطيه المال، وفي نفس الوقت تترك له المال مع احد الناس حتى لانها لا تستطيع ان ترى، يعني حزينه. نعم شيخنا الكريم، ماذا تفعل؟ الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك ان لهذه الاخت السائله بارك الله فيها ان يعني يشتد بها حزنها، لانه هؤلاء الاخوه كانوا في الاصل بعد وفاه زوجها وحاجه اختهم اليهم، هم رجالتها كما يقولون. فان كان هؤلاء الاخوه تقول لا يسألوا عني لا في خير ولا في شر ولا في حزن ولا في فرح، حتى أن الزوج مرض ومات ولم يسأل عنها أحد من هؤلاء، لا شك أنها قسوة شديدة وغلظة قلب وغلظة طبع شديدة، وهي حرام، حرام طبعا لا شك، لأن هم أولياء المسؤولون عنها الآن. لكنك لا تخاصميهم تحت أي ظرف، كما قالت لك المعلمة، اتصلي الرد سلمي وكفاية، مش عايزين لا خلطة ولا وجع دماغ ولا مشاكل. إذا لم يرد عليك خلاص سيبي فترة وعاود الاتصال مرة أخرى، ولا تمنعي معروفا تسديه إلى أحدهم، كما تبعثين المال إلى الأصغر المحتاج. لا، هي بقى أرسلت المال ولم ماشي، يعني لم تحب رؤيته. أقول لا، لا لا، يعني لا تمتنعي عما تسديه لهم من معروف. ليه؟ لأنك أنت بتعملي المعروف ده لله تبارك وتعالى، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، اللي هم الآية اللي نزلت في سيدنا أبي بكر الصديق. نعم. في مصطح، اللي هو يعني عاب ابنة عائشة ابنة الصديق وتكلم في عرض أم المؤمنين، ولما سيدنا أبو بكر غضب شوية ومنع عنه النفقة نزل القرآن يعتب على أبي بكر مثلك يا صاحب المعروف، لا يمتنع عن معروفه مهما حدث، حتى ولو كانت هناك خصومات وشحونات. نعم. وبالتالي أرجع أبو بكر النفقة إلى الرجل، فأنت أكثر الدعاء لهم بظهر الغيب، لعل الله عز وجل أن يستجيب لك دعوتك، ثم عاود الاتصال بين الحين والحين، فإن رد أحدهم سلمي عليه، وإن لم يرد الآخر فعاود الاتصال في وقت لاحق. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هي تصلي الفرض فرضين، لكنها تسأل في أوقات الكراهة بعد الفجر وبعد العصر. شيخنا الكريم، نعم نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أوقات الكراهة وهي ما بعد الفجر حتى تشرق الشمس، وما بعد العصر حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات ممنوع فيها حاجة واحدة بس، ألا وهو أن نتنفل فيها بالصلاة تنفلا غير مسبب، بيسميه العلماء نفل مطلق. يعني أنا قاعد بمسك المصحف قريت شوية قرآن، وبعدين أقول لما أتوضى وأصلي لي الركعتين، لا، الركعتين دول نفل مطلق لا يجوز في وقت الكراهة، وهذا أوسط مذاهب المسلمين، مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله. طب هو الصلاة بعد الوضوء من الصلاة مسببة؟ يمكن أن ركعتي سنة الوضوء يمكن أن تكون الصلاة مسببة، لو كانت تحية مسجد، لو كانت سنة وضوء، لو كانت ركعتين استخارة، لو كانت سجدة التلاوة، كل هذا يجوز في أوقات الكراهة. ومن باب أولى بقى الفريضة، ما لهاش علاقة بالقصة دي خالص، الفريضة اللي هي بنصليها سواء أداء النهاردة الفرض الحاضر أو قضاء من اللي علينا. يعني لو واحد راح زي ما بيقولوا كده بالعامية راحت عليه نومة،
واستيقظ فوجد الوقت وقت يعني وقت الشمس، أو هو ما صلاش الصبح الفرض لسه، يصلي فورا يصلي ولا يستنى بعد لا 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 ابدا ابدا. الفرض لا علاقه له بوقت النهي، سواء بنصليه اداء اللي هو الفرض الحاضر بتاع النهارده الفرض، او بنصليه قضاء يعني من اللي علينا سابقا. فصلي قبل الفريضه بتاعتك ولا بعد الفريضه بتاعتك، الاثنين سيان في وقت الكراهه، لان الفرائض لا علاقه لها بهذا التوقيت. الكلام على النافلة التي لا سبب لها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت رؤيا أني أقف فوق سطح البيت وكان الجو حارا، وإذا بالمسجد القريب من بيتي يصلون صلاة الاستسقاء، وعلى طول الدنيا مطرت أمطرت يعني، ثم قطعت ثم أمطرت مطرا شديدا، فما تأويل هذه الرؤيا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هناك من أهل العلم من يؤول رؤية المطر بخير يأتي، لأن المطر لولا نزول المطر على الأرض ما أنبتت يعني شجرها ولا نباتها، وبالتالي يقولون رؤية المطر في المنام خير يأتي. وبعض أهل العلم جنح إلى جانب آخر تماما وقال المطر إذا كان غزيرا فعطل الطرق وهدم الجدر فإنه يكون في هذه الحالة تأويله ليس الخير الذي يأتيه. هو يقول حاله، يصف حاله الآن مع العلم، هذه الرؤيا رأيتها أمس وقد نمت دون رغبة مني قبيل الظهر، ونمت حتى منتصف الليل تقريبا، فلم أصلي أمس إلا الظهر، لا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا التراويح، واستيقظت وذهبت إلى المسجد وصليت التهجد. الله المستعان، غفر الله لنا وللأخ صاحب السؤال. يعني الواحد ينام من صلاة الظهر لحد، هو قال دون رغبة مني، دون رغبة منه، يعني هو ما كانش عايز ينام، الله أعلم بقى كان تعبان لكن مدد ونام كما يقولون. أيوه مش عايز أنام بس أنا همدد يا جماعة شوية، حتى ينام كل الوقت ده مولانا، إلا إذا كان يعني فترة نوم طويلة جدا يعني، فلعل أو أن يكون معذورا، المهم يكون مريضا مثلا، لعله. المهم انه بعد ما استيقظ لا بد ان يكون صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم يذهب بعد ذلك لصلاة التهجد او التراويح حسب ما يكتب الله عز وجل له. انا كان كلامي على المطر عند بعض اهل التأويل يقولون هو خير يأتي، لكن اذا كان المطر غزيرا فهدم الجدر وعطل الطرق ففي هذه الحالة يقولون ليس خيرا، انما هو من الفتن والمشاكل والنكد. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وعنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بخاخ الأنف، هل هو مفطر في نهار رمضان؟ العلم بأنه يختلف عن نقط الأنف، وبخاخ مش نقط. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد صاحب السؤال أو صاحبة السؤال صاحب السؤال فقيه، فهو يدرك الفرق بين البخاخ وبين القطرة المائية. القطرة المائية بالفعل عامة أهل العلم يقولون قطرة الأنف المائية تفطر، لأن الأنف منفذ إلى الجوف، فإذا نزل منها شيء في الحلق فإنه يفسد الصوت. أما البخاخ فإنه شيء ليس مائيا، قد يدرك في الحلق أيضا، إنما هو شيء غازي، يعني شيء من يعني الغاز، لما البخاخ من الأنف يصل أحيانا إلى الجوف يعني. أيوة، لكنه غاز وليس سائلا مائيا، يعني البخاخ ما فيهوش شيء. فعشان كده فرق العلماء بين البخاخ قالوا لا يفطر، وبين القطرة المائية أنها تفطر إذا نزلت إلى الحلق ثم إلى الجوف. نعم. ما حكم من أعطى أحدا هدية ثم بعد فترة طالب بردها، فما الحكم في ردها، يردها أو يمتنع عن ردها، وما صحة حديث الراجع عن هدية أو في هديته؟ نعم شيخنا الكريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحديث صحيح، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، وبالتالي لا يجوز لمن أهدى هدية لأحد أن يطلبه منها إلا في حالة واحدة، أن تكون هدية مشروطة. وأهل العلم يكرهون الهدية المشروطة لأنهم يقولون هي أشبه بالرشوة. الهدية المشروطة أشبه بالرشوة، وبالتالي لا يجوز لمن أهدى أن يطالب بهديته بعد ذلك، لأن هذا من الرجوع في الهدية والهبة والراجع في له هبته. أن يرد أم لا، أم يمتنع اللي هو المهدى إليه؟ والله في حيزته المهدى إليه هو مخير، وإن كنت أختار أن يرد. ليه؟
على الأقل يرد الهدية على صاحبها الذي عاد فيها، ويرد القيء على صاحبه. ويحفظ ماء وجهه. نعم، يكون هذا أحفظ لماء وجهه. نعم صحيح. لكن هذا ليس على سبيل الإلزام الشرعي، صحيح، لكن على سبيل التفضيل فقط. هو صار صاحبا لهذه الهدية، هو مالك لها، مالك لها خلاص، له أن يرد وله أن لا يرد، يعني تملكها ولا ردها هذا أمره إليه. نعم. والله أعلم. زوجي يدخن السجائر والحشيش وينفق على هذه الأشياء، هدانا الله إياه، كل ماله تمام، ولا يكفيه راتبه، فيأخذ من أمه وهي تعطيه المال، وتعلم أنه يدخن هذه المحرمات وما تعطيه من مصروف نعم مصروف للبيت والأولاد لا يكفي، فهل يجوز أن أخذ من المال الذي ترسله له والدته بغير علمه أو علمها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان ما تبقى من مال من مصروف البيت لا يكفيكم للنفقات الضرورية لك ولأبنائك، ففي هذه الحالة يجوز لك أن تأخذي من ماله أو من المال الذي أعطته له أمه من ورائهم، يعني خفية، ما لم تتركي أثرا وراءك فيكتشف أمرك، لأنه لو اكتشف الأمر في هذه الحالة سيفضحونها غاية الفضيحة. لكن لو تكوني ذكية وتأخذي من المال ما يكفيك، كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. لكن أهل العلم قيدوا هذا بأنه إذا غلب على ظنها أنه مش هياخد باله، إنما لو هي عارفة أنه صاحبنا ده بيعد القرش مش بيعد الجنيه، دي مش فلوسه، ما فلوسه أمه تدهانه، لا الفلوس قبل يعني ما تصل إليه هي تأخذ منها لتصرف على تنفق على البيت دون علم الأم. أيا كان يعني إيه، ممكن تكون الأم برضو نصحة، بلاش نقول قروبة ولا حاجة، نصحة يعني عارفة بعت لابنها 50 وتتصل بعد شوية وصلتك يا ابن 50 ولا ده وصلتني 20، وياخد الـ50 ما بيصرفهاش على عيادة، سيبك بقى من بيصرفها يا أستاذ أحمد، خلينا في الإيه، في اللي بتسأل فيه الأخت. صحيح. وصلت معاها 50 وبعد شوية اتصلت بابنها وصلت لك الـ50، قال لها وصلتني 20 بس، يبقى مين اللي خد الـ30؟ الوسيط، الوسيط اللي هي الزوجة حطت نفسها ايه، وطبعا القط في الوقت ده هيبقى جمل. صحيح. وهي حاسباه بأثر رجعي أتاريكي بقى، ويقعد يتصور ان هي طول عمرها بتاخد من الـ50 50 ومن الـ60 70. فإن كان على يغلب على ظنك ان الأم بتعد وعارفة وبتتصل بابنها وبتتأكد، اوعي تمد ايدك على قرش، او هو من النوع اللي بيعد فلوسه وعارف معاها كام، اوعي تاخدي قرش واحد، كفي نفسك باللي موجود ولعل الله عز وجل ان يبارك فيك، هدانا الله. لكن لو هو من النوع اللي هو ما بيباليش، فلوس جايه او غرم فيها حاجه ولا تعب فيها، امه بتبعت له وهو بيجيبه واخوه بيديله ولا ابوه بيديله، وهي فلوس كلها على بعضها متلخبطه، لا عارف معاه ايه ولا صرف ايه، في هذه الحاله لك ان تاخذي وولدك ما يكفيك بالمعروف، والله اعلم. نعم، بارك الله فيكم وفي شيخنا الكريم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء، أسألكم الدعاء بالشفاء والزوج الصالح. نعم. نسأل الله عز وجل أن يشفي ابنتنا السائلة من كل مرض شفاء لا يغادر سقما، ومرضانا ومرضى المسلمين، كما نسأله تعالى أن يرزق كل بناتنا، وأن يرزقها الزوج الصالح، وأن يرزق أبناءنا الزوجة الصالحة، وأن يجعل لهم قرة عين من ذرياتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. شيخنا الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية، بارك الله فيكم، الله فيكم، بارك الله رب العالمين، بارك الله فيكم شيخنا الكريم ومشاهدينا الكرام. الليلة ليلة وترية، ليلة 23 من رمضان، صلى عز وجل على ليلة القدر، فيعني نجتهد ونتهجد ونصلي القيام، ولا نحرم أنفسنا من المحافظة على جماعة العشاء وجماعة الفجر. أسأل الله عز وجل القبول هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما